السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيديو جديد من فيديوهات قناة أخوكم دروس عمرو القزاز. فيديو النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنتعرف فيه عن طريقة إثبات الهوية. إزاي تثبت الهوية سواء على حساب إعلانات جوجل أو على حساب الأدسنس، ولكن إثبات الهوية ممكن يجي عن طريق، عشان الناس تبقى عارفة، فيه نوعين لإثبات الهوية. بالنسبة للأدسنس ممكن يطلب منك صورة البطاقة، وش وظهر والكلام ده، وملفات ترفعها، ودي هنعمل لها فيديو. ولكن إثبات الهوية النهاردة برضو ممكن يجي لك على الجميل على القناة أو من خلال الإعلانات. ممكن يطلب منك إثبات الهوية في أي وقت، ولكن عن طريق رقم الموبايل، لأنك بتبقى رابط حساب الجيميل بميزة تحقق بخطوتين عن طريق الموبايل. فازاي نعرف ان نسبة هويتنا عن طريق الموبايل؟ ده فيديو النهاردة اللي هنعرفه مع بعض. فان شاء الله طبعا الفيديو لو عجبك ما تنساش الاشتراك واللايك الجميل للفيديو، دعما وتحفيزا لقناة اخوك عمرو القزاز. ويلا بينا. انا دلوقتي على حساب اعلانات جوجل وجيت اثبت الهوية، واللي انا هعمله دلوقتي ممكن يجي لك على القناة وممكن يجي لك في اي وقت. اثبات هوية لاي جميل في اي وقت. الموضوع بسيط، كل اللي هتعمله هنضغط هنا. مثلا انا كنت عامل خطوة اهو، اقول له اعادة المحاولة، تمام، وتضغط لاثبات الهوية. هتطلع لك الصورة دي، هتيجي هنا وهتحط رقم الموبايل اللي انت كنت رابطه او عامل بيه ميزة التحقق بخطوتين، يعني رقم الموبايل اللي حطرتك رابطه بجميل القناة. فانا هحط رقم الموبايل بتاعي عشان يبعت لي عليه رسالة. هنقول رقم اهو، ماشي. طبعا ده رقمي عادي، اي حد عايز يكلمني في اي وقت، انا رقمي متاح من بعد 5 مساء، تمام. طبعا رقمي مع كل الناس، اخوات وحبايبي، مفيش مشكله خالص، كلنا اخوات، تمام. ده رقم موبايل اهو، هضغط هنا ارسال، تمام. لما اضغط ارسال المفروض هيبعت لي رمز على موبايلي، هتجي لي رساله اهي. يا شباب انتوا سمحتوا صوت الرساله، تمام. هنا جت لي رسالة على الموبايل بتاعي. ركزوا، رقم الموبايل المربوط بحساب الجيميل عشان الناس ما تحطش اي رقم موبايل وخلاص. وانا هحط اهو الكود اللي جالي، تمام، وهو رقم، طبعا الرقم اللي انت جايبه لازم تضيفه بطريقة صحيحة، تمام يا شباب. هنقول رقم الموبايل اهو 652، تمام، 6 ماشي 8 7 5، ده الرقم اللي جالي على الموبايل. وبعد كده اضغط التالي. ركزوا معايا يا شباب، كده هنا بيقول لي نشكرك على اثبات هويتك. نشكرك على اثبات الهويه، يهدف هذا الاجراء الى التحقق من حسابك، والكلام ده كله. وكده اقدر اكمل الحمله بتاعتي. فاثبات الهويه سهل جدا، بيبقى عن طريق رقم الموبايل اللي انت ربطه بالجيميل عشان الناس تاخد بالها من الموضوع. وهنا اهو هكمل الحملة بتاعتي عادي، مفيش اي مشكلة خالص، تمام يا شباب. فموضوع اثبات الهوية سهل جدا، ممكن زي ما قلت عشان الناس تاخد بالها. اثبات الهوية نوعين يا شباب، ممكن يجي لك عن طريق الموبايل، اثبات هوية عن طريق الموبايل. اما بالنسبة للادسنز والكلام ده اثبات الهوية بيختلف، ممكن تطلب ملفات ورفع ملفات وصورة البطاقة وش وظهر والكلام ده كله، وده هنعمله في فيديو جاي ان شاء الله بإذن الله. تزوروني في كل ما هو جديد مع قناة دروس عمرو القزاز، ويا رب تكون كل استفاد من الفيديو وعرفت ازاي تثبت الهوية عن طريق الموبايل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.